كان حجز حرية وما أها بيلاها هبار جعلوه اي واحا نو حرية إرر سماري اي حوية واسلدان سعيد يوسف دعالي او سواف جراي رجدي قرادة دا مقالة اللاس عانو دي قرشيهي قد دا بيلاها كان حجز واحا نو شاقي ينان بيشي سوق بسومين ديگان كان او اي عن دوفتو دا ديبو لقان حلوفة دا باريقا صول رجدي نباديد يوان وان تي اي نفتو كان تايه اي كوي دي ديلان ايين قرادة دا مقالة اللاس عانو دا ايانا او سوق بكبي هذا بمحوية هاي هذا القصلدان كم حاسة كذا لانكرا وبحنتي إنها أي نكسو كوبين أفاين كصلاديين تابيش حبرت على سلطان سعيد يوسف دعاليه أو كهاد لا يدح دحادين تيجو بشر نبديد إبلها جرح تسيكوها ولينهين هي إرجدة أي جرادة مقالة الله سبحانه وتعالى صادرين إن نبديد أي وحى وشاجي إن اللي بيلاها جرح تسهين حلوه ده هسي الشيء أيهين ولا لو إسكوديجا كواسي أو إسكودينا مرنا بنا أنا يجرب كساري كارين بيلاها جرح تس عدو كسوهر كده قرن مدة جمهورية الصومال لان يعلن كالتوحيد كله هسي الشيء حلوه ده ويا هاي بيلاها ويا يصير أو كلا إير سماله وركني أو صواف ميري رتدي جرادة ده يا مرنا دامض النبض أي وقت كان حاضر كأدونا يين تاسيو اي ورر شيكتاي اوودو ده اي سيدو او كلا دقالي اهان وحا اي منك هايستان ما دامو اي مدوصان ده كسو جرين ديرير كدان اه جمهورية ده سومالي لان قرادة ده ايا نساشو اي النفس سياسديد بده اي اي نبدقلي اللقاتان ديگان كان اي ودوداك تايهين هسي اي شيكان افكا اي اي كلو فتين مدح دقاميتكا بيلاها هابرتش علو كواسي و كوكو انسا ده شركي برعو إنا إسكال عيان ديغان كان سيد عادو قسو دولي تولو ينكو ده إيو مقالو ينكا أيو ودوداك تيهين واحانا كالسعودة تيدها قلبيت كا قبل كاسول أباب الحوقان وعيدان كاسي و ديغان كان يوغو ديار قلوبة يو قلو فاان داماد لحاين يقفك لغو سميي إنا إيكاقا أرغو تان رقلقا قاسعودة يدوغا كاسو يري سلدان سعيد أيانا وقتي كان حادر كا إسوافقيا waxana sidaasi kaga baxay ergadii nabadeed iyo dhexdhexaadintii beelaha garxijis oo waqtigan haadirka ah aan xire u ahayn beelaha habar jeclo ee ay ka soo ergeeyeen garaadada bariga sool ee doonaya inay nabad la qaataan deegaankan oo wadaagta ah oo ay markii hore si weyn u gacan geliyeen xaliga uu ku xiray irir Soomaali Sultan Saciid Yusuf Duale ayaa ah mid adag maadaama uu inta ay u dhanyihiin qayb ka mid ah beelaha Soomaaliyeed kuwaas oo u soo guntaday sidii ay u manjaxaabin lahaayeen calanka tawxiid kale dalbalaarsina ugu sameyn lahaayeen deegaamada ay wadaagtay yihiin oo isimka dhaqan uu ka soo jeedo waxana uu soo afjaray Sultan Saciid Yusuf Duale qorshihii ay garaadadu wateen ee ka dhanka ahaa beelaha habar jeclo iyo qaranka Soomaaliland ee ay duulanka ku ahaayeen muddadii ugu dambeysay waxaan ay taladu burka kaga ururtay garaadada bariga sool maadaama uu cirka dabka raac kaga dhigay afayeenka salaadiinta habar jeclo oo si cad uga soo horjeestay ergadii iyo dhexdhexaadintii beelaha garxijis.